أنا كل يوم كل يوم حتى تحاول باش تنسى. لكن أنك في اليوم تسمع كلمة ثورة ألف مرة في اليوم، في ألف مرة تتذكر اللي أنت فما حد عزيز عليك مات لك في الثورة هذه. بالتالي ما تنجمش تنسى، ما نجمناش ننساو. ريتو هاك، شفت كيفاش واضح؟ هو الوحيد اللي عنده شتاير. اها شوف وجهه كيفاش واضح. وي ما كلمتكش انا، كلمتك ما كلمتكش، ممكن سي امي كلمت. طيب هاي خليك. شفتوا شقيقي هاك، القضاء العسكري لم يصدر العقوبات اللي تتماشى مع الجرم المقترف، اللي هو كان معناتها قتل تتوفر فيه معناتها شروط الإذمار، القتل بدم بارد، لم تتجاوز العقوبة بالنسبة للفاعل الأصلي 12 سنة، رغم اللي الملف كان واضح جدا. وانا شخصيا عملت كمحاميه منذ بعد وفاه شقيقي مباشره الى جمع جميع الادله، كان فما شهود موجودين، فما حتى فيديوهات صوره الواقع معناتها منذ البدايه نتاعها. نعرفوا اني على مستوى المحاكم العسكريه ما وقعش انصاف ضحايا وشهداء الثوره، هذا اللي خلى معناتها بالنسبه لي شخصيا انه نتمسك بانه تقع معناتها محاكمه حقيقيه، محاكمه تبقى القانون، محاكمه عادله منصفه لقضيه عادله على مستوى محاكم متخصصه، وهذا ما يتوفر كان في على مستوى الدوائر القضائيه المتخصصه اللي معناتها هي مرتبطه بمسار العداله الانتقاليه، لانه نعتبر انه المحاكمات العسكريه هي محاكمات غير منصفه. بالنسبة إلي أنا فرصة أخرى، فرصة أخيرة نجم نقول لتحقيق محاكمة عادلة. أصعب تجربة ممكن يعيشها محامي أو رجل قانون أن يكون في نفس الوقت رجل قانون وفي نفس الوقت يكون ضحية، هي تجربة قاسية جداً. وانا كنت متجهه لجلسه في احد معناتها في الدائره القضائيه المتخصصه في تونس، يومها وجدت رساله تهديد كانت موجوده في تحت باب المكتب متاعي، اللي يقع تهديدي فيها انا والعائله متاعي، معناها ويجب معناتها انه التهديد معناتها كان واضح مباشره انه يلزم معناتها نبعد على القضيه هذه. الوفاه والمسار هذا معناتها 8 سنين انعكس معناتها حتى على المستوى النفسي متاع جميع افراد العائله. فاطمه انت ام الشهيد انيس الفرحاني، كيفاش ام الشهيد انيس الفرحاني الحاله النفسيه اللي تعيشها الوالدة متاعي طويقة بعد 8 سنوات؟ هي أصيبت بمرض القلب إثر يوم صعودها على منصة هيئة الحقيقة والكرامة للإدلاء بشهادتها العلنية أمام العالم الكل. هذا كان معناتها موقف صعيب بالنسبة لها، سنوات متاع خوف، لم يمر حتى شيء كي منحبه أحنا، ولا ما يصير حتى شيء كي منحبه أحنا، وباقي خايفين العام اللي يمشي خير من اللي يجي. انا عايشك شنو حوالك؟ لاباس صحتك؟ تفضل كمان عايشك.
باهي جيت على المقرر نتاعك انت باهي اي ها حضرته لك انا المقرر دي نتاع جبر الضرر هي شهاده في انك مصنف كضحيه هذه حاجه الاولى معناها بعث البحث والتحري في هيئه الحقيقه والكرامه المقرر هذا اول حاجه يمكنك منها هو الاعتذار اعتذار الدوله اللي هي معناتها المؤسسه نتاعها تثبت في انتهاك جسيم ضدك هنا الاسترداد الحقوق نتاعك المدنيه والسياسيه لهنا ثالثا جبر الضرر المادي والمعنوي نتاعك اللي هو يتمتع هنا قدروا لك نسبه السقوط البدني نتاعك في 20% وهما قدروا النقطة تسقط ب 2000 دينار معناها من قيمة 40,000 دينار ضرر البدني متاعك وهنا فما الحاجة الأخرى إعادة التأهيل التأهيل النفسي لهنا وانت معناتها مستحق يظل للتأهيل النفسي معناتها الوضعية النفسية اللي معناها ترديت بعد الإصابة متاعك سيدة بالنسبة للقرار هذا اللي خرجه لايق حقاقي كرم رئاسة الحكومة مستعرفة به ولا لا؟ مهم ياسر السؤال صعوبات بالضبط ولا صعوبات معه السؤال هذي مهم برشا برشا السؤال هذي يسألوه لي الضحايا تقريبا الكلكم شقة تفعيل وإلا لا رئاسة الحكومة يوسف الشهيد تسلم نسخة من التقرير اللي فيه توصيات واللي فيه أنهم يقع معناتها تنفيذ المقررات هذي وكل شيء لكن للأسف لحد الآن مازال ما هبطوش في الرأي الرسمي كيما برشا حاجات كيما القائمة النهائية نتاع الشهداء وجرحى الثورة. يقولوا رأي رسمي. لكن 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 هنا فما أمر واللي هي صدقت عليه الحكومة اللي هو صندوق الكرامة اللي مازال ما وقعش تفعيله. لكن أحنا المسار ذا مازال ما وفاش. مانيش حتى كي نغزو الوثيقة هذه راني مانيش فرحان. خاطر اللي قاعد نعيش فيه أنا توا. علاه ماكش فرحان؟ لا مانيش فرحان. تحس ماهوش الجبر الضرر اللي تستحقه صحيح معناه كسوة في نسبة السكتة كي نمشي الصباح نمشي الخمسة تاع الصباح السبيطار روح ما تزعطين ما عاش نجم أنا كي نشوف حاجة نسكن بعد الثكنة أنا أي نسكن بعد الثكنة يوم كي نشوف نذكر شنو اللي صار كي نتعذب من لفايات نذكر نمشي بالدم ما نجيبش عليك ورحمة باب أمي نوصل نمشي لفايات البلاصة اللي تضربت فيها ولت جديدة الحكاية هذه ولت جديدة عندي نو نربط حتى لما تسعتين من مدي ثلاثة حتى الأسباح نبدأ فيها للتو دقين الباب نسمع في العيات نلبس برش حاجات جيني نرقد جيني كل حلم خايبا نولي معاش حد نرقد أعصاب ما أولادي ما مرتي وظروف تاع قيمة أختي هي قيمة بيا حاشمة لا روح هي تخلص لي في السنة أساس هي تخلص لي في الدواء هي تعطيني مصروف تو مثلا نعطي كل 5 يوم في سبيطار راسي وفي الماء تغذي 5 يوم كل 5 يوم عندي ما يثبت سبيطار تاع الواحد تاع الدم في الرابطة كيف نفس الحاجة ما تدربتين ونقولوا أنا ماشي للسبيطار يقول لا مش نجمش نعمل عليك عنده الحق أتذكر كيف كانوا يسلسلون بالأغلال في كيف كانوا يأتون بالكلاب كانت هناك ممارسات معناها غير إنسانية بالمرة إلى حد الآن معناها عندي مشكل في عيني اليمنى عندي مشكل في الجهاز التناسلي عندي مشكلة ضغط الدم السكر البروستات وقع إطلاق سراحي في 25 فبراير 2006 وجاءت الثورة وانطلقت
في الدفاع عن حقوقي. وفي 2011 قدمت قضية من أجل استرجاع حقوقي المدنية والسياسية. انطلقت إلى العدالة الانتقالية دوائر مختصة ظنا مني أني سأتمكن من إبراز وكشف الحقيقة. المشكل هنا في أنه في بعض الجلسات المتهمون لا يحضرون، ولكن في قضيتي يعني في قضية الحال القضية تخصني أنا وقع إجبار جلدين إلى القدوم للدلو بشهادتهم، وقد وقع السنطاق وزير الداخلية السابق عبد الله قلان. ووقع استنطاق جلدي السجون مديري السجون آنذاك، ووقع أيضا وسيقع استنطاق بعض رموز النظام. لما شفت الجلدين أكيد كانت لحظة فارقة في حياتي. نفس القاعة التي حكمت بها في 1996 هي نفس القاعة ونفس المقعد التي كان هنالك نوع من رد الاعتبار لي. أحسست بقوة داخلية وأحسست بافتخار وأحسست أني أرد بعض الاعتبار للأناس لأخوتي لأبي لأصدقائي الذين قضوا في السجن. أنا أعتبر أن العدالة الانتقالية لا قدر الله إذا لم نتوصل إلى بسطها فهنالك ستكون ردة فعل خطيرة جدا على المجتمع. نريد أن الدولة أن تلتزم وتقدم اعتذارها الرسمي عبر رئاسة الجمهورية وعبر مجلس النواب وعبر رئاسة الحكومة. هذا مهم جدا. نحن مع المصالحة، ولكن قبل المصالحة يجب كشف الحقيقة وجبر الضرر خاصة المعنوي. أي قيمة من المال لا تجبر ضرر. هي سأقولها بكل صراحة هي هزيلة، وخاصة جبر الضرر المعنوي هو الذي يهمني. ماذا سأفعل بالمال؟ لا يمكن. لكي أحس أني في بلدي فعلا وأن يجب الاعتذار الرسمي من طرف الدولة من طرف أعلى مؤسساتها للمناضلين وللضحايا، هذا مهم جدا، وهذا يمكن أعتبره أهم من جبر الضرر المادي. أنا أعتبره كذلك، رغم أن جبر الضرر المادي في حالات كبيرة جدا أعرف كثير من هم مرضى ومن هم في حاجة ماسة للمال أكيد، لكن بالنسبة لي شخصيا جبر الضرر المادي أهم من أي شيء.
من عليه رب، معناها الكلمة هذيك وقعها على التوانسة كبير لكنها أكبر على الضحايا. التونسي كان يعيش، كان يلبس، كان يقرأ، كان يمشي، لكن مجموعة هذه المعارضين اللي وقع سجن هم ما كانوش موجودين، ما كانوش يعيشوا، كانوا محرومين من أبسط معناها شعور ما يتوصفش. الإنسان كان لا يعيش، أصبح فجأة يعني الكابوس معناها تنحى عليه. شجعت برشا نسالي أنه المرأة كانت من الصعب أنك تجي المرأة وتقول لها إيجا أحكي إيش صار لك، من الصعب أن المرأة تخرج ما بداخلها، ما تعرضت. راهي المرأة وقع اغتصابها في, في, في تونس، المرأة وقع معناها هرسلتها. المرأة تجي تنجم تقول المرأة إيجا أحكي إيش صار لك قدام راجلك مثلا. نساء كثيرات الحقيقة خرجوا بعد الثورة وانخرطوا في العمل الجمعياتي الحقوقي. احنا نفتخروا ان كانت رئيسة الهيئة، كانت على رأس الهيئة امرأة، وكذلك نفتخروا انه اغلبية الناشطات على هذا العام معناها على هذا الملف هم نساء. شفت جلسة الاستماع العلنية كانت من اهم شيء في حياتي معناها بعد الثور، اصبحت انسانة اخرى بعد الحقيقة، وانا فخورة بكوني مرأة، فخورة بكوني خرجت في يوم من الأيام وكشفت معناها كشفت ما قالوا بن علي، فخورة بذلك. أنا قلت في زادة كلمة، قلت أنا ما نحشمش، صحيح معناها هو يحشم، يعني الجلاد توا يهبط رأسه ويحشم، الرصاص يضرب الاثنين. وأنا نحب نقول أن نحن زوز توانسة، الإسلامي تونسي واليساري تونسي، وكي ضربوا يضربوا كيف كيف، ما يضربش الإسلامي بكف والآخر يضربوا ببونية، نفس الضرب، نفس التعليق، نفس الرصاص، نفس التعذيب. نكونوا أخوات في البلاد، احنا توانسة ويكفينا. نحب نحكي لك على الاعتصام الخمسة النساء. فجأة معناها شافوا أنه البرنامج الشامل لجبر الضرر لم يفي بما معناها انتظارات الضحايا. كانت هنالك استشارة وطنية معناها لجبر الضرر، ولكن هيئة الحقيقة والكرامة عندما صادقوا على البرنامج الشامل وجدنا أنه معناها ما كانش في مستوى انتظاراتنا، معناها كان مهين فيه من الفصول المهينة معناها للضحية في جبر ضرره. احنا هنا اليوم معتصمات لاستكمال طريق النضالي لاسترجاع ومعناها لاسترجاع حقوقنا. كان اعتصام لمدة 16 يوم داخل مقر هيئة الحقيقة والكرامة. هذا الاعتصام دام 16 يوم في عز البرد، يعني في ديسمبر. 8 سنوات من الثورة، 8 سنوات ولا ضحية، لا من اليسار ولا من اليمين ولا من أي فصيل موجود، لا شهيد من شهداء الثورة. احنا لحد اللحظة مع الناس سجل الضحايا بعد عدالة انتقالية، لحد اللحظة ما نعرفوش مع الناس سجل رسمي فيه أسامي الضحايا وفيه أسماء شهداء لحد اللحظة، لأنه الوقت، عملية الوقت يعني كانت ضيقة جدا، يعني خاصة لما أنهت الهيئة معناها أعمالها لم تنهي كافة المهام التي خاصة في تسليم المقرات. يعني لحد اللحظة نحن لم نلل من لي من، والسؤال الأكبر وقتاش ومن شكون وإلى أين سنذهب، إلى أين بعد هيئة الحقيقة والكرامة، أي باب سيقع طرقه. الضحية هناك كلهم في نفس المتاهة، نسميها نقول متاهة، نحن الآن نعيش المتاهة. Alors que mon père il était agonisant sous morphine continue, il était drogué, il pesait 35 kilos.
Et mon oncle, à 8 heures du soir, il a fait sortir mon père dans une ambulance. Il l'a emmené chez lui à Gamart avec deux notaires. Et il lui a fait vendre tous ses biens. Ça, c'est l'antenne de mon père. C'est le Plaza Corniche. C'est un hôtel de 13 chambres et 4 restaurants et une boîte de nuit. Mon père, il a bâti toute sa vie. Et voilà que mon oncle est venu sur son lit de mort et l'a escroqué. C'est la lutte de ma vie, c'est le combat de ma vie. C'est le combat de ma vie. C'est ça. Il était sous morphine. Morphine continue. Le 18-81. Voilà la date. Ça, c'est les contrats de vente, avec les dates et l'heure. À minuit et à 11 heures du soir, le 18-81. J'ai posé plainte au procureur général, et c'est là que les menaces ont commencé. La justice, c'était corruption à fond la caisse. C'était la photo de Bakar, celui qui m'a escroqué et m'a volé les biens de mon père, le monsieur en manteau beige. C'est l'ami intime de Ben Ali, c'est son ami intime. Mais c'était son ami intime. Ben Ali, c'est un bandit. قصر الإقامة يقولون ولكن في الحقيقة قصر لإخفاء ما سرقه الرئيس المخلوع وعائلته من أموال الشعب أموال بالمليارات ومجوهرات بالمليارات تنظر إليها ولا تصدق أنها أمام أعينك. لا où ils trouvent leur intérêt, ils ne reculent pas. Tout. Ils ont pris tous les marchés, ils ont tout. رئيس المخلوع عائلته خصصوا كل وقتهم وجهدهم لجمع المال والمجوهرات الثمينة قلت لجمع المال والمجوهرات والأصح لسرقة المال والمجوهرات شاهدوا وتمعنوا وانظروا ماذا فعلوا بتونس وبخبز شعبها. J'ai attendu ce jour-là jusqu'à impatience jusqu'à que la révolution est venue et j'ai posé mon dossier à l'Adel Intercalaire et c'est là que j'ai gagné grand cause. Ils ont pris mon dossier avec sérieux, ils ont mis 3 ans à faire l'enquête et envoyé maintenant mon dossier à la justice pour l'ouverture de dossier. Et j'attends jusqu'à ce jour-là. Mais il est doux, il est calme, il bouge pas du tout. C'est trop lent, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont en train de mourir, ils ont daté leur procès. Il y en a des gens qui sont morts, qui n'ont pas eu grand cause. Il est impossible de les terminer, il nous faut 10 ans pour terminer. Et vous savez, dans 10 ans, elles peuvent mourir, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Donc, pour nous, il y a le dossier, ou moi, ou quelqu'un d'autre, au coup, si il a une grande cause qui termine, c'est tout. Moi, il m'a repoussé mon dossier jusqu'à 7 mois. Jusqu'à quand je vais attendre? Jusqu'à quand je vais attendre? C'est tout, c'est ça. انا مفضل ديما انه الناس هذوما نسموهم مناضلين مش ضحايا لانه الضحيه ديما تحسه مغلوب على امره يعني الضحيه هو يقع تعذيبه ويقع الانتهاك عليه بدون ردة فعل يعني انا وقت اللي ناضل ضد فرض رايي فانا مانيش ضحيه البوليس كان يراقبني ويلتحق بي في مواقع العمل اللي نلجأ لها ويؤمر صاحب العمل باش يطردني
يعني حتى بعد الثورة، بعد الثورة يعني ما كانتش سهلة أني نلتحق بقطاع التعليم الثانوي ونمارس مهنتي كأستاذ تعليم ثانوي. اضطريت باش نقوم بإضراب جوع من أجل حقي وحق رفاقي وزملائي اللي عندهم نفس الوضعية اللي كيفي، باش نجموا نتحصوا على شغل معناها في ظل الوقت هذاك. علقت الإضراب بعد 15 يوم وبقيت معناها نتردد على وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من أجل حل هذا الملف نهائيا. وبالفعل حل، وقع حل الملف هذا بقانون الانتداب لكل المساجين اللي ما تمكنوش من العمل في وقت عليه. ما كانتش معناها هدية كما نقوله من السماء، لكن كانت بفعل نضال، يعني احنا افتكينا هل الحق هذايا ولا استرجعنا الحق هذايا بعد جملة من النضالات والاعتصامات ومعنى اضرابات الجوع. من اهم يمكن المحطات في مسار العدالة الانتقالية هي ما قامت به هيئة الحقيقة والكرامة بإعداد جلسات علنية. الجلسات العلنية هذه كشفت للمواطن التونسي، كشفت له عذابات الناس، نضالات الناس، كشفت له كذلك معناها إلى أي درجة كان نظام بن علي كان نظام مستبد، مش نظام بن علي برك، حتى نظام بورقيبة. عسلامة الناس كل، شكراً على هذه اللحظة التاريخية. عذاباتنا أحنا في وقت بن علي، أنا عذاباتي في وقت بن علي كنت نكتمها بيني وبين روحي، ما كنتش نحكي عليها، معناها فقط هم الأقربون اللي يعرفوا عليها، الرفاق، العائلة، الأصدقاء، الأحرار في البلاد اللي كانوا معناها مرافقيننا في المسيرة هذه كانوا يعرفوا، لكن عموم الشعب ما كانش يعرف إنه بن علي قام بالفظاعات هذيك من قتل وتعذيب وتنكيل واغتصاب إلى آخره. بعد جاء واحد عنده متراك، بوليس عنده متراك هزها، معناها فما كم كبير متاع غل، قال لي هذية وبكلام خايب، دونك معناها باش يحاول يغتصبني بها. أنا ما كانتش عندي حتى رغبة في الانتقام من الجلادين، بالعكس أنا كنت نخمم إنهم عندهم أولادهم، الجلادين هذوما عندهم أولادهم، لأني يلزمني نكون معناها حريصة في الوقت هذاك إني ما نذكرش أسمائهم. في الجلسة العلنية لم أذكر أي اسم من أسماء الجلادين متاعي، لأني نفكر بالفعل في أبنائهم. أنا مثلاً بعض الجرائم، أنا نعطيك الجرائم اللي وقعت في حق مناضلين، مثلاً ما وقع لنبيل البركاتي مثلاً، أو ما وقع لكمال المطماطي، معناها ما هذو مزوز ناس وقع اغتيالهم في وقت بن علي تحت تعذيب. يعني أنا لا أتصور أني النادي، أنا شخصياً النادي أنه يقع أعدام الناس اللي عذبت. من أهداف المؤسسة هذه أنه أولاً أنه المناضلين والشهداء ما يدخلوش في طي النسيان. أولاً إحنا كمواطنين وكمتسيسين وكحقوقيين ما ننساو الشهداء، باش الجيل القادم ياخذ العبرة، معناها ياخذ العبرة من هاوش يصير وقت اللي نمارسوا التعذيب، هاوش يصير وقت اللي نقعوا تحت الانتهاكات. يعني احنا نبنيه في مجتمع خالي من التعذيب، خالي من الانتهاكات للأجيال اللي جاي، خاطر راهي احنا هي عدالة انتقالية نحبوها مش عدالة انتقامية. احنا الغاية متاعنا مش نحبوا ننتقموا من الجلات، لكن نحبوهم يعتذروا للضحايا، ونحبوهم يكفوا هما وللي جايين بعدهم، معناها يكفوا على الأساليب هذه ونرسيه معناها دولة القانون والمؤسسات. أنا ديما من أكثر المشاهد اللي تؤلمني هي أني نشوف حد يعذبوا فيه. أنا تو مثلا نبدأ نمشي في الشارع نشوف بوليس مثلا يعتدي على مواطن نتدخل مباشرة، ما نخافش نمشي البوليس نقوله ما تضربوش، طول معناها ما نترددش لحظة. أي معاملة سيئة من قبل البوليس لأي مواطن في الشارع نتصدى لها، يعني ما نسمحش بالكل.
وكذلك الغاية اللي هي أسمى وأهم بالنسبة لي أنا هي أنه العذابات هذه ما تتكررش، أنه يقع الكف نهائياً على الممارسات هذه ونرسيه علاقات جديدة، معناها سواء مع البوليس ولا مع غير البوليس ولا مع القضاء وإلا إلى آخره، يعني أنه في وقت لاحق ما نشوفوش تعذيب، ما نشوفوش تنكيل، ما نشوفوش معناها العذابات اللي شفناها في وقت بورقيبة وفي وقت بن علي. J'ai pris conscience qu'on l'a tué, c'était à l'aube, l'aube du 9 mai 87, qu'il est mort le soir du 8 mai. Depuis ce jour-là, moi je l'ai dit à l'IVD que je n'aime plus la lueur du matin de l'aube. Et ça c'est très douloureux, parce que pendant toute ma vie, j'ai aimé les premières lueurs de l'homme. Nous sommes dans la petite ville de Gafour, au nord-ouest de la Tunisie, à une centaine de kilomètres de Tunis, la capitale. Et plus précisément, nous sommes devant la vieille bâtisse, cette vieille bâtisse qui a toujours été un poste de police de la ville. Donc il y a une concentration ouvrière dans la ville de Gafour et c'est pour cela qu'il y a, eu toujours dans cette ville des expressions politiques que le gouvernement n'acceptait pas et c'est là que les gens ont été torturés. Jusqu'à l'avènement du mouvement islamiste, eux aussi ils sont passés par là. Mon frère, il a été arrêté fin avril et torturé jusqu'à la mort pendant 12 jours. Il est mort le soir du 8 mai 1987. En 1987, il est mort sous la torture ici et il a été transporté pendant la nuit et on l'a mis derrière, vous voyez là les lignes de chemin de fer, il a été mis dans un trou comme celui-là. De l'autre côté, le rapport final de l'IVD a annoncé que dans ses recommandations, le 8 mai doit être reconnu comme officiellement journée nationale contre la torture. Vous voyez là, il y avait une porte. C'est par là qu'il y avait l'entrée de poste de police. Et derrière, là, c'était le bureau du chef. Et derrière, il y a une géole, une salle de torture et une salle d'arrestation. Ce que nous voulons, nous, ce que nous demandons depuis longtemps, c'est que cet espace devienne un musée contre la torture et une bibliothèque parce que la famille du martyr qui possède 3 000-4 000 livres les offre à la ville de Gafour pour qu'il soit là, une bibliothèque pour la jeunesse de la ville. Et il y a aussi la mémoire. Il faut que tout ce qui s'est passé devienne une mémoire nationale et pour garantir le non-retour à l'avant-révolution, à l'époque de la dictature. Parce que ça, c'est très important. L'aspect culturel, il faut que les nouvelles générations doivent être éduquées. On doit leur parler des abus qui sont passés avant pour que personne ne pense à revenir à ces abus-là et à ces méthodes-là. Cette chose que nous demandons a été mentionnée dans le rapport final de l'IVD. Le rapport final mentionne, selon la loi de la justice transitionnelle, pour qu'on ne répète plus les abus d'avant la révolution, il faut qu'il y ait des espaces de mémoire, des espaces de culture pour les générations futures contre la torture. Ce processus, théoriquement, il a été accepté par tous, par toutes les parties des victimes. Il a été établi, on l'a accepté. Et nous acceptons de prime abord, et avant même le commencement, que nous allons faire le Moussalha, que nous allons faire la réconciliation, que nous, les victimes, on a dit qu'on était prêts, si on fait toutes les étapes, à embrasser nos tortionnaires. Mais personne n'est venu demander pardon. Personne n'a exprimé un regret, ni
l'ancien gouvernement, ni les anciens chefs, ni les policiers, ni les anciens responsables politiques. Et maintenant, 8 ans après la révolution, il n'y a rien. Nous sommes très inquiets, et nous sommes en colère, et nous ne voulons pas qu'ils soient entravés. Les masses médias en Tunisie, ils ont joué un rôle très péjoratif pour dénigrer le processus de la justice transitionnelle. فيها قدر كبير من في رأيي أنا من العدوانية من الرغبة الانتقامية. عملي البلدان اللي حكيوا عليها هما صارت فيها جرائم إبادة جماعية، صارت فيها قضايا متاع عنصرية اللي هو ما ترتقيش للشيء اللي صار في تونس. الهيئة هذه تركيبتها هي خصم وحاكم في نفس الوقت. Mon docteur m'a demandé de ne plus voir les plateaux de ces gens-là qui sont contre la justice traditionnelle. De la contre-information dans le sujet de la justice nationale et dans d'autres sujets aussi. Les cas في لجنة الحقيقة والكرامة شيء ماهوش مقبول. شنو قاعد يصير؟ شيء ماهوش مقبول. شوف حتى اختيارات الناس اللي قاعدين شوفوا البث المباشر اللي قاعد يصير، الاختيارات متاع الناس والملفات فيها كثير، خليني أقول كثير من الـ On pointe l'index contre les victimes pour dire « Ah, ils veulent la vengeance, ah, ils veulent de l'argent, ils veulent usurper l'argent de notre économie qui est déjà faible, ils veulent prendre... » C'est tout ça des mensonges. Et ceux qui disent ça sont des menteurs. Ils font de la contre-information, de la contre-révolution. Ils sont contre nos aspirations à une nouvelle société démocratique. Ils sont contre nos aspirations à une nouvelle société où les droits de l'homme seront respectés.